السلام عليكم شباب، النهاردة المحاضرة الخاصة بالميكانيكال فيدرز. المحاضرتين اللي فاتوا كنا بنتكلم فيهم على الفايبريتوري فيدر اللي هي بتعتمد على الاهتزاز. هنا هنتكلم على حاجة ميكانيكال نون فايبريتوري. ان شاء الله بعد ما هنشتغل الميكانيكال فيدر عندي فيهم شوية تفاصيل كده كويسة، هنجهز لكم assignment على ال vibratory وال mechanical feeders، وهيبقى فيه tutorial نحل فيه مسألة نوضح فيها المسألة بتتحل ازاي وبنمشي الخطوات بتاعتنا ازاي، ثم بعض المسائل على ال mechanical feeders. المسائل دي وال assignment وال tutorial ده هيوضحوا لكم الصورة أكبر في عملية حل المسألة والمسائل بتيجي شكلها ازاي، واتمنى ان هي تكون عملية مفهومة، ولو في اي سؤال احنا موجودين تقدروا ترجعوا لنا في اي وقت. طيب، على الرغم من الفايبريتوري فيدرز هي الاكثر انتشارا واكثر استخداما، الا ان هي بتستخدم ل بيزك تايبس اوف بارتس، يعني مش لكل الاجزاء، ما تنفعش في كل حاجة، وبالتالي بيبدأ الاحتياج لفيدرز لا تعتمد على الفايبريشن زي الميكانيكال فيدرز اللي احنا هناخد منها مثالين النهارده. طيب، في الاوتوماتيك اسمبلي لاينز لما يبقى عندك خط تجميع اوتوماتيك في مفهومين لازم نميزه، الفيد ريت والماشين ريت. طيب، ايه هو الفيد ريت وايه هو الماشين ريت؟ الفيد ريت ده اللي هو المعدل اللي بتخرجه الفيدرز من البارتس علشان تقدر تسلم المكنه اللي بعدها. طيب، ايه بقى الماشين ريت؟ الماشين ريت هو ده المعدل اللي بتستخدم فيه المكنه اللي هي بتجمع او بتعمل الشغلانه اللي البارتس اللي جايه لها. فبالتالي الماشين ريت ده معتمد على الماكينه اللي بتقوم بالوظيفه، اما الفيد ريت فده معتمد على الفيدر اللي احنا بنستخدمه سواء فايبريتوري او ميكانيكا. طيب، في عمليه التصميم والاختبار بتاعه الفيدرز بيبقى مهم جدا ان احنا نعمل حاجه اسمها ان ريستريكتد فيد ريت، اللي هو ازاي يعني بنشغل الفيدر من غير ما بيسلم ماكينه من وراه، والمفروض ان الفيد ريت ده لازم ما يبقاش اقل من الماشين ريت، لانه لو اقل من الماشين ريت هيحصل جامينج وهيحصل تعطيل في الخط، وبالتالي لازم نبقى مقاربين او يساوي او اكبر من الماشين ريت علشان نضمن ان العمليه تبقى ماشيه. طبعا لو انا زودت قوي الفيد ريت فده ممكن يسبب مشكله ان يحصل جامينج، ان انت تلاقي الحاجه اتراكمت على المكنه، او انك انت بتشغل المكنه في وقت وتوقفها وقت تاني وبتعمل لها تحكم في الفيد ريت عن طريق ده عشان تقدر تضمن العمليه ماشيه مظبوط. طيب، من الحاجات المهمه جدا في البارت فيدرز اللي هي بتعمل فيدنج، يعني اول حاجه ان الان ريستريكتد فيد ريت المفروض ما يبقاش التغير فيه كبير، يبقى التغير حاجه بسيطه جدا علشان الأداء بتاعه على طول الفيلينج بتاع الباول أو الفيدينج بتاع الهوبر ما يبقاش بيأثر بشكل كبير جدا على الفيد ريت اللي خارج. البارتس اللي برضو اللي هتخرج بقى من الفيدر لازم تبقى واخدة سيم اورينتيشن للماشين علشان الماشين ما يحصلش فيها مشاكل الجامينج اللي هي النقطة رقم 3، وبالتالي بنقلل عمليات الجامينج. طيب، الحاجة المهمة ان احنا لو قدرنا نصمم الفيدر ان هو يرفض الاجزاء الديفكتيف البايظة او الاجزاء الغريبة اشكالها غريبة فده يبقى افضل. ليه؟ لان انا لو دخلت حاجة زي كده على الماشين ممكن تتسبب في ان الماشين تعطل او يحصل بريك داون، فبالتالي هتلاقي الخط كله وقف بسبب ان مكنه واحده وقف. طيب، البارت فيدرز كلاسيفايد على اساس الميكانيكال، انا عندي هنا اربعه هنشتغل منهم النهارده اللي هو الريسيبروكيتنج فيدر،
المحاضرة اللي جاية إن شاء الله نغطي الروتري فيدر، وبعد كده في عندنا البلت فيدر، والفايبريتوري دي احنا غطيناها خلاص. طيب نتكلم على الريسيبروكيتنج تيوب هوبر فيدر، احنا هنتكلم على نوعين منهم النهاردة. النوع الأول اللي هو الريسيبروكيتنج تيوب هوبر فيدر، ده عبارة عن الكونسبت بتاعه مبني على أساس إن أنا عندي هوبر اللي هو ده القمع الكبير ده، وبعدين عندي في النص تيوب بالشكل ده طالعة نازلة. التيوب دي لما بتطلع وتنزل بتقدر إن هي تسحب عدد معين من الأجزاء اللي هي اللي أنت شايفها داخلة جوه التيوب بالشكل ده. خلاص، في العادة بيفضل إن التيوب التب بتاعتها تبقى مشطوفة بزاوية علشان يمنع البلوكينج بتاع الفتحة بتاعة التيوب. وكمان حاجة ان احنا الديزاين بتاع الهوبر انجل، ايه الهوبر انجل؟ اللي هي الزاوية دي يا شباب، دي اسمها الهوبر انجل. ليه؟ لان لو الزاوية دي صغيرة ممكن يحصل حشر للاجزاء ما بين التيوب اللي طالع نازل والهوبر، او ان لو هي كبيرة قوي فيحصل ان البارتس ما بتوصلش لغاية التيوب ويبقى عندك شوية في الاخر ريميننج في الهوبر. طيب التيوب دي لما بتتحرك وبتطلع بتطلع لمسافة اعلى قليلا من الليفل بتاع البارتس عشان تضمن ان هي خدت اجزاء وبعدين ترجع تنزل تاني، وهي مفتوحة من النص فالبارتس تبدأ تجري في قلبها. طيب تعالوا نشوف تصميم او اختيار زاوية الهوبر. الشكل اللي قدامنا ده دي هاف انجل اوف هوبر، ده نص الزاوية بتاعتنا. طيب ولو افترضنا ان احنا التيوب دي بتتحرك لفوق ولتحت، فهنفترض ان هي دلوقتي في حالة النزول لان هي دي الاخطر، لو هي في حالة الطلوع فهي هتزق الاجسام لبره فدي مش مشكلة، لكن في حالة النزول فهي بتحشر الاجزاء او البارتس اللي انا عايز بشتغل مليانة جوه الهوبر، هتحشرها ما بين الوول وما بين التيوب. طيب فيبقى بالتالي ده الاتجاه بتاع الحركة بتاعة التيوب. طيب هيبقى عندي مجموعة فورسز، ادي البارت اللي هو الشكل الدائري ده، هيبقى عندي فورس جاية من النورمال فورس اللي هي دي ما بين البارت وما بين التيوب، وبالتالي هتأثر عندي بفريكشنال فورس اسمها F1. طيب الهوبر وول عندي برضو نورمال فورس هسميها N2، بتدي لك برضو فريكشنال فورس اسمها F2. طيب لو احنا بدأنا نشتغل على ان نعمل equilibrium equation في الهوريزونتال والفيرتيكال ومومنت اباوت ايه، فاول واحد في حالة الهوريزونتال هديني الايكويشن دي، ممكن دي برضو دي في حالة الهوريزونتال الفيرتيكال، اسف دي فيرتيكال ودي المعادلة بتاعة الهوريزونتال. ممكن برضو تحاولوا تتأكدوا ان المعادلات دي ماشية مظبوط. طيب في حالة المومنت هتبقى المعادلة بالشكل ده، وخلي بالك من الترم اللي هنا ده ليه 1 زائد كوزين فاي، هو بيعتبر هنا ان F1 هينقلها لغاية السنتر فتبقى دي على 2، وبعد كده هيضربها في كوزين فاي وبعدين يضربها في دي على 2، فعشان كده عاملها بهذا الشكل. لو فيها مشكلة ارجعوا لي وانا اشرحها لك تفصيلا. طيب ده الوزن، تأثير الوزن، وده تأثير اللي هي N1. طيب لما هيحصل كومباينيشن ويبدأ يعمل ري ارينجمنت وياخد المعادلات دي يظبطها مع بعض هيطلع المعادلة الأخرانية دي. ومن المعادلة دي في ملحوظة مهمة جدا، ان F2 عبارة عن N2 في ميو اس. مين ميو اس؟ ميو اس ده الستاتيك كوفيشنت اوف فريكشن. خلاص، عشان احنا بعد شوية هنشوف حاجة اسمها الديناميك كوفيشنت اوف فريكشن. تمام، طبعا لازم تبقى واخد بالك ان الستاتيك كوفيشنت اوف فريكشن بيبقى اكبر من الديناميك كوفيشنت اوف فريكشن، دي حاجات من الستاتيكس لازم انت تبقى عارفها.
نبدأ نعمل بقى شوية تبسيط للمعادلة نوصل لهذه الصورة. ايه الصورة دي بتقول ايه؟ بتقول ان F1 على N1 بتساوي ميو اس اللي هي الستاتيك كوفيشنت اوف فريكشن على كوزين فاي زائد ميو اس ساين فاي. طيب علشان التيوب دي تعمل سلايدنج لازم تكون الفريكشنال فورس او F1 بتاعتي على N1 اكبر من الميو اس عشان يحصل السلايدنج، لان لو ضربت ميو اس في N1 تدي لك الفريكشنال فورس F1. فلو انا F1 اكبر من الفريكشنال فورسز يبقى التيوب دي هتتحرك. فالكونديشن ده لما هيطبقه هيجي يقول F1 على N1 يقول ان هما ميو اس، فبالتالي يقدر يشيلهم ونحط وحايد. فده اللي عمله في المعادلة دي، حطهم بوحايد، فقال لك 1 على كوزين فاي زائد ميو اس ساين فاي، ومنها نستنتج ان ميو اس لازم تكون اقل من كوتان فاي. طيب ده او الكونديشن بتاع ان كوزين فاي زائد ميو اس ساين فاي ايكوال 1. طيب الكونديشن ده لو انت افترضنا انك انت عندك الزاوية بتاعة الهوبر ب60، فلازم ال coefficient of friction بتاعك ما يزيدش عن 0.577. لو الزاوية 45 فده هيبقى 0.414 وهكذا. فبالتالي كل ما هتصغر الزاوية كل ما هتلاقي ان ال ميو اس اللي انت عايز تقل عنها بدأت تقل. طيب ايه الاحسن، ان ال ميو اس تزيد ولا تقل؟ لا، الافضل ان هي تزيد. ليه؟ لانك كل ما هتزود الميو اس فانت كده بتدي لنفسك براح انك انت لما هتحط الماتيريالز بتاعتك تلاقي انك انت الميو اس اقل من القيمة الكريتيكال بتاعتك. لكن لما هتقلل الزاوية القيمة بتاعت الميو اس دي بتقرب منك وبتضيق المجال اللي انت تتحرك فيه. طيب هل الافضل بقى ان انا اصغر الزاوية؟ بس لغاية ليميت معين، لانك بعد كده هتلاقي انك انت الموضوع ده قوي، وهتلاقي انك انت الهوبر بتاعك صغر، وهتلاقي ان العملية بقت very tight. فعشان كده الاختيار ما بين في الزاوية مهم جدا، نبقى حريصين جدا واحنا بنختار. 45 درجة is fair enough، لغاية 60 درجة ده معقول جدا. طيب كلام general features بتاعت ال reciprocating tube hopper feeder ده، ان ال optimum hopper load بيبقى عند ال half of its volume، يعني لما بيكون مليان لغاية النص. الحاجة التانية ان التيوب لازم تطلع حاجة بسيطة فوق ال parts level وبعدين ترجع تنزل تاني. الحاجة التالتة ان التيوب دي لازم تسمح بمرور بارت واحد بس جوه الماسورة، ما يسمحش باكتر من 2 بارتس او 3 بارتس او اكتر من 1 بارت، بحيث بالتالي الماسورة دي مش بتبقاش واسعة كبيرة، تبقى ضيقة على قد البارت، اكبر من البارت طبعا علشان تسمح له ان هو يعدي بسلاسة، لكن ما تبقاش اكبر بكتير برضو علشان اضمن الاورينتيشن. طيب الحاجة الرابعة اللينير فيلوسيتي، السرعة بتاعة التيوب دي وهي بتتحرك ما تتعداش 6 من 10 متر بير سكند. ده بسبب فكرة الاكسلريشن والديسلريشن، علشان ما يبقاش بيحدف الأجزاء. لو هو ماشي بسرعة قوي ممكن يحدف أجزاء وينطورها بره الهوبر. طيب ده الكاركترستيك كيرف. الكاركترستيك كيرف دوت بيتكلم هنا انك انت عندك هوبر الزاوية بتاعته 90، التيوب القطر الداخلي بتاعها دي سمول، وانا عندي بارت القطر الخارجي بتاعته دي كابيتال وطوله ال كابيتال. مدي لك هنا كونديشن، لو انت ال اوفر دي اكتر من 2 فمعنى كده ان دي هتبقى 2 الدايمتر بتاع البارت، ولو ال ال اوفر في الرينج من 15 لغاية 2 ساعتها الدايمتر الانترنال بتاع التيوب بيتحسب بالمعادلة دي. لاحظ انك انت هنا في الكيرف لما بيتكلم هو بيتكلم هنا على البارت ديليفرد بير سايكل، يعني كل مرة هينقل كام بارت. فبالتالي
هتلاحظ انك انت كل ما بتزيد ال over d بتقل عدد البارتس، لكن عند واحد اقل من واحد ونص اللي هو في الاتجاه ده ما نقدرش نعمل orientation للبارتس، وبالتالي هتنزلها وتحتاج بعد كده orienting device. طيب النوع التاني، النوع التاني يمكن اظرف شوية، مختلف، بيعتمد على بليد اللي انت شايفه حضرتك اللي هو ده. البليد ده بيتحرك من البوزيشن المنقط للبوزيشن اللي هو موجود عندك في الرسم. الفكرة في ان البليد ده فوق خالص في تراك اللي هو داخل فيه الاجسام دي. التراك دوت لما بتوصل لارتفاع معين عن طريق الزاوية ثيتا ام اللي موجودة هنا، هتبدأ البارس دي تدخل جوه التشوت اللي هو هيوديها بعد كده للماشين اللي هتشتغل عليها. خلاص، المفروض ان البليد ده بينزل وبعدين يرجع يطلع تاني، وهو بيطلع هيلقط ويمسك شوية بارتس تدخل جوه التراك دوت، وبعدين عقبال ما يوصل لأقصى ارتفاع هيبدأ البارتس دي تتزحلق وتخش جوه التشوت. مناسب جدا للسلندريكال بارتس. تمام، طيب الزاوية بقى اللي موجودة عندي اللي هي الزاوية اللي اسمها ثيتا ام، الزاوية دي بتقدر بتتحكم في حاجات كتيرة، منها ان ايه الارتفاع اللي انا هوصل له، وبالتالي بتتحكم في الزمن. ليه؟ لان احنا لو افترضنا ان البليد ده بيتحرك فاكيد ليه اكسلريشن، وبعدين عند نقطة ما لازم يعمل ديسلريشن عشان يقف، وبعد كده هيستنى فوق شوية لغاية ما البارتس دي تنزل وتتزحلق وبعدين يبدأ يرجع تاني. طيب تعالى نعمل فرضية كده، هنفترض إن البليد ده هيطلع بسرعة لغاية ما يوصل أقصى ارتفاع ليه، وبعدين هيستقر فوق لفترة من الزمن علشان الأجزاء كلها تنزل، وبعد كده هيبدأ يرجع تاني ويعمل السايكل بتاعته. طيب الديسيليريشن اللي هيعمله البليد لازم تكون ليميتد علشان ما يحصلش ان البارتس دي تترمي نتيجة ان الاكسلريشن عالية. لو انت افترضت ان الاكسلريشن عالية وهو بيطلع وبعدين بيعمل ديسيليريشن، هيحصل ان البارتس دي تترمي لفوق. طيب وبالتالي انا محتاج ان انا ازود الزمن او الاستروك شوية، فهزود ثيتا ام، بس لو زودت ثيتا ام هزود الزمن. طيب وبالتالي لازم اعمل لها اناليسيس. طيب الاناليسيس هيتبني ازاي؟ اول حاجة انك انت هنفترض ان ده البارت على التراك الثيتا، الزاوية اللي احنا بنتكلم عليها ثيتا ام. كويس، عندي ام بي ده الوزن بتاع البارت، الفا دي اكسلريشن، بس انهي اكسلريشن؟ دي روتيشنال اكسلريشن. ار بي اللي هو السوينج راديوس بتاع البليد اللي احنا بنتكلم عليه. اما ال على 2 الكابيتال دي، خلي بالك دي تخص البارت، لان في ال سمول اهي دي ال كابيتال بتاعه البارت، اما في ال سمول اللي هي بتاعه التراك نفسه. خلاص، طيب هو هنا بيفترض انك انت ان البارت تندنسي بتاعته to slide increases at the end of the track away from the pivot، فهو هيفترض ان البارت بقى في اعلى نقطة هنا في التراك. كويس، ومنها بدأ الاناليسيس بتاعه دوت وهيطلع المعادلة دي. فبفرضية ان طول البارت very small، صغير جدا بالنسبة للسوينج radius، فهيطلع معايا المعادلة دي. خلاص، الايكويشن دي بتعرفني الديسيليريشن بتاع البليد المفروض يبقى قد ايه، وبالتالي الزمن اللي انا هحتاجه علشان ارفع البليد لغاية فوق هي الايكويشن دي. طيب ده زمن هنسميه T1
اللي هو بتاع ان البليد بيطلع لغاية فوق. طيب في حالة بقى ان هو وصل لأعلى نقطة فهيستقر شوية. طيب لما هيستقر شوية، الزمن اللي انا محتاجه علشان يقعد فيه فوق ويستقر هيعتمد على الزمن اللي محتاجه البارتس ان هما ينزلقوا على التراك ويدخلوا جوه الشوت. فبالتالي هناخد برضو اناليسز للشكل ده. ده البارت بيتحرك خلاص دلوقتي اهو باكسلريشن ايه على التراك، وبالتالي عندي هنا فريكشنال فورس عبارة عن ميو دي. وخلي بالك هنا ان ميو دي هي دي الديناميك كوفيشنت اوف فريكشن. خلاص طيب، فبالتالي هيحط المعادلة بتاعة الحركة بتاعة الجسم، ومنها يطلع الزمن التاني اللي هو زمن الدول، اللي هو زمن اللي هو هيقف فيه مستني البارتس كده انها تنزل. طيب عبارة عن 2L و L اللي هنا، دي خلي بالك دي L اللي هنا هي ايه؟ ال length of track. خلاص على G sin theta M minus mu D dynamic coefficient of friction cosine theta M. خلي بالك هنا علشان في حركة فاحنا بنتكلم على mu D، اللي فاتت بنتكلم على mu S لان مفيش حركة، وهكذا. وبالتالي الزمن الكلي، الزمن الكلي عندي هيبقى عبارة عن 2T1. ليه 2T1؟ ارتفاع هيطلع لفوق يقف T2 وبعد كده ينزل تاني T1. فبالتالي انا عندي في السايكل الواحدة زمنين ل T1، بيطلع وينزل. وبالتالي المعادلة بتاعتي التوتال هتطلع بالشكل ده. طيب بالمعادلة دي هنلاحظ حاجة، ان الجزء الاولاني ده، الجزء الاولاني من المعادلة او النص الاولاني من المعادلة دي بيزود الزمن الكلي، في حيث ان المعادلة التانية او الجزء التاني ده بيقلل الزمن الكلي. طيب وبالتالي في optimum angle علشان نحصل على minimum time. طيب الزاوية الثيتا دي الاوبتيمم او الزاوية اللي احنا بنتكلم عليها ثيتا ام بتعتمد على الديناميك كوفيشنت اوف فريكشن، وبتعتمد على الريشيو اللي هي بتاعت السوينج راديوس على التراك لينث. تمام. طيب هنا الكيرف ده هيقول لك الكاركترستكس بتاعت الكلام دوت. في حالة انك انت عندك ميو دي وعندك هنا الثيتا بتمثل على الاتجاه ده، فده الكيرف. فانت لو حسبت او طلعت مثلا ميو دي استها طلعت عند 6/10 مثلا، فيبقى بالتالي الثيتا تطلع عندك سي مثلا ب 45 48 50 ايا كان الكيرف ده بيحددها لك. الناحية التانية ده هيحدد لك الماكسيمم ريسيبروكيتنج فريكونسي اللي هي ان ماكس، اللي هو عدد السايكلز في الثانية. تمام فريكوانسي يعني. وبالتالي منها تقدر تحدد من حسب الطول بتاع التراك لينث تقدر تحدد انت على انهي سايكل، وبالتالي تقدر تحسب بعد كده الفيد ريت بتاعك هيبقى شكله عامل ازاي. طيب الفيد ريت هيبقى معرف بحاجة مهمة اللي هي النمبر اوف سايكلز اهيت E. ده حاجة اسمها الـ efficiency بتاعت السيستم، وهنشرح التفصيلة يعني ايه الـ efficiency of feeder. الـ L small اللي هي track length، والـ L capital اللي هي طول البليد. هو الفكرة في انك انت لو افترضنا انك انت عندك track طوله L وعندك حتة part طوله L capital، فالمعادلة دي بتقول لك انك انت التراك ده يقدر يشيل كام بارت عليه. تمام. وبما ان انت عمرك ما هيحصل ان التراك ده يتملي كله بالبارتس، فبالتالي في حاجة عندي اسمها الافيشنسي. خلاص الافيشنسي دي بتعبر على ان التراك ده filled by 70% 60% anyway الفاليو دي كام.
خلاص. وال n اللي هي blade frequency هي 1 على total time. تمام. طيب اللود سنسيتيفيتي، ودي حاجة مهمة، اللي هو التحميل بتاع الفيدر، يعني الحمولة اللي جواه مليان قد ايه. من المعادلة اللي فاتت هنلاقي ان الفيد ريت بيتغير مع الافيشنسي لما بتتغير، ده كلام طبيعي مفهوم. طيب وهل الافيشنسي بتتغير؟ اه الافيشنسي بتتغير مع دي الحمولة او اللود اللي موجود جوه الهوبر، وبالتالي كل ما الهوبر بيفضى هنلاقي ان الافيشنسي بتتغير. طب تعالوا نبص كده على الكيرف اللي هنا. الكيرف اللي هنا الكونفيجريشن ده لو انت بصيت هتلاقي انك انت لو ابتديت بعدد 400 بارت فالافيشنسي بتاعتك almost يعني 32%، 33%، وكل ما انت عملت تشيل تقل تقل، وبعدين فجأة هتزيد زيادة مطردة لغاية تحت 100، هتلاقي الافيشنسي بتوصل معاك لغاية من قيمة مثلا 35 توصل لغاية 60، زيادة سريعة جدا. ده طبعا يعمل فاريشنز رهيبة اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الأول، إن احنا مش عايزين الفاريشنز ده يحصل. طيب عملوا كونفيجريشن تاني، إن هو راح حاطين بافل في النص كده. ايه البافل ده؟ عبارة عن حاجة كده بتخلي ان الهوبر يبقى نص في نصه كده، البارتس محطوطة في النص اللي في الجنب. طيب البافل ده بيعمل ايه؟ لو خدت بالك هو رفع الافيشنسي اللي فوق 50%، وبيضمن لي انها almost constant لغاية الميت بارت، يعني من 400 الميت بارت في 300 بارت انت عملت لهم فيدنج، هو ده محافظ على ان هو يظل بال same efficiency. بعد كده طبعا زادت بشكل مطرد بعد تحت 100. طيب طب ليه بقى حصل الزيادة الرهيبة في الافيشنسي ما بين التو configuration؟ اول حاجة السبب الرئيسي وهو ده اللي بيعوز الافيشنسي انها تزيد، ال better orientation of parts، بان البافل اللي هنا ده بيبدا يظبط ان الاجسام اللي عنده تنزل بحيث ان هي تبقى واخده الاورينتيشن السليم على جنبها، تنزل في التراك مظبوط، فبالتالي مفيش مشاكل انك انت البارتس مش داخله في التراك وان هي خرجت، فبيضمن ان اكبر عدد يملى التراك بتاعك وبعد كده يحسن الافيشنسي. طيب السنتر بورد هوبر فيدر بقى ليه كاركترستيك كيرف، ده برضو نفس البارت اللي احنا بنتكلم عليه. وفي حالة احنا هنا بيتكلم على سبيشال كيس، لو انت ال L over D بتساوي 19 فده الكيرف بتاعك. خلي بالك ان ده الكروس سيكشن بتاع التراك، يعني ده المفروض هاتشت كده، فهو عبارة عن عامل من فوق مجرة وبعدين ادي البودي بتاعه، ده طوله L على 12، وهنا ادي الكروس سيكشن بتاع الجسم السلندريكال اللي هيعدي، الارتفاع ده او العمق بتاع الجروف ده عبارة عن D over 4. خلاص. طيب من ال L over D تقدر تدخل هنا وتقدر تحدد ال efficiency، مثلا سي ان انا بتكلم على L over D بتساوي 4، يبقى ادي ال efficiency بتاعتي 50%. طبعا ما ينفعش نشتغل في كيرف واحد بدون مرجع تاني للكيرفات السابقه، ومنها اقدر احدد الفيد ريت اللي انا هطلعه من الفيدر ده. خلي بالك ان ده اهم حاجه محتاجينها في الفيدر، ان احنا نعرف الفيد ريت. اتمنى تكون الصوره واضحه. ان شاء الله في المحاضره اللي جايه هنكمل كلام عن الميكانيكال فيدرز، وإن شاء الله هيكون فيه توتوريال هنحل فيه مسائل عن الفايبريتوري فيدرز، وبعدها هينزل assignment في مجموعة من المسائل علشان تقدروا تطبقوا الكلام ده بنفسكم. شكرا، ولو في أسئلة ممكن تتابعوني أو تبعتولي ونتواصل سوا مع بعض. شكرا.